أنا من مسافة 8 كيلومترات والاستعدادات لانطلاقة أول الأشواط. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط مشاهدين الكرام. اللهم بك بدأنا وعليك توكلنا، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. أحبتي في الله، ينطلق أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم والمخصص للحول المحليات الأصايل، مع انطلاقة هذا اليوم 16 شوطا خاصة بهذه الفئة من الحول والزمول على أرضية ميدان المرموم. فأهلا وسهلا بكل المتابعين متابعي قناة دبي ريسينج، أهلا بكل كذلك الحاضرين هنا في ميدان الحدث، ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي. أهلا وسهلا بالجميع. دبي ريسينج على الهواء مباشرة هنا من خلال تواجد هذه الانطلاقات وهذه التحديات بقيادة الكابتن والمخرج وليد البارودي. نحييكم ونذهب لمسافة 8 كيلومترات على مقدمة هذا الشوط. تبدأ أول الصراعات وأول التحديات، شائمة في المركز الأول تعود ملكيتها لمحمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي، يسيطر على المقدمة والصدارة الأولى، بينما في المركز الثاني شذا تعود الملكية لسهيل بن هيان بن سالم العامري، يتقدم ليحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصول من قبل كيف تعود الملكية لمحمد بن حميد بن حارب الشامسي، يصل في هذه اللحظات ليقدم كيف على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الجساسية التابعة لهجن السيلية تأتي هنا على ثالث رابع المراكز، ونسير مباشرة إلى المركز الخامس إلى المارية. تعود ملكيتها لمطهر بن حمد بن عميره الشامسي، يقدم المارية، تتواجد على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هنا تقدم من الهدة لسالم بن سعيد بن سالم البثرة الخاطري، يحتل المركز السادس، بينما نسير إلى سابع المراكز ونواجه مخيفة في هذا الموقف لحارب بن خلفان بن سالم بشاوي الأغفلي، يتواجد على سابع المراكز والمركز الثامن تصل من خلاله روعة علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي محتلا المركز الثامن، بينما في المركز التاسع ياتي شعار بن سلومة ليقدم زلزلة في هذه اللحظات حمد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري، والمركز العاشر هنا وصول من خلال هذه اللحظات من اللحوق لمحمد بن مطر بن دحروي العامري، يحتل هذا الموقع في عاشري المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء لأول الانطلاقات، أول التحديات و8 كيلومترات حاضرة في أول انطلاقات صباح هذا اليوم من خلال التحدي والتنافس في هذا التمهيدي في هذه السباقات التقليدية على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباق، عودة إلى الصراع الأول، عودة إلى المقدمة والمركز الأول، حيث تتقدم في هذه اللحظات الهدة هنا تنهد على الصراع المقدمة لتريد أن تحصد الناموس الأول، أول نواميس هذا الصباح حتى اللحظات من نصيب الهدى لسالم أو لسهيل بن هيان العامري، يتقدم المشاركين ويخطو خطوات الانتصار وخطوات الناموس، بينما هنا شائمة تتواجد لمحمد بن سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، حاضرة دائما في كل المشاركات ورصيد وافر من الإنجازات وسجل ذهبي بالنواميس في كل المشاركات ما شاء الله، بينما المارية تتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات لمطر بن حمد بن عميره الشامسي، يقدم المارية، تتواجد المارية في هذه المشاركة في هذه التحديات من خلال تواجدها ومشاركتها بهذا الشعار المعروف. نسير إلى المركز الرابع والجساسية، تتواجد في المركز الرابع لهجن السيلية هنا من خلال هذه اللحظات بمنافساتها ومنافسات شعار العيدة. انتقل للمركز الخامس، المركز الخامس وصول وتقدم كيف محمد بن حميد بن
المحارب الشامسي. هنا يصل مشاهدين الكرام ليحقق كذلك المشاركة المطلوبة والمعهودة من خلال تواجد شعاره في مشاركات الكبار. بينما نسير ونأتي إلى البقية القادمة في هذه المنافسات وهذه التحديات. المركز السادس وصول من شعار بالشاوي في هذه اللحظة مخيفة. حارب من خلفان بالشاوي الأغضلي يقدم مخيفة على سادس المراكز، والهدة تحتل المركز السابع لسالم بن سعيد البثرة الخاطري هنا في هذا الموقع. بينما المركز الثامن روعة لعلي بن سالم بن سليم الاكتبي. المركز التاسع شعار بن دحروي يقدم اللحوق محمد بن مطر بن دحروي العامري. والمركز العاشر ياتي شعار بن حاذة ليقدم شواهين حمد بن محمد بن حاذة الاكتبي. ها هي النتيجة للعشرة الاسماء المنطلقة، للعشرة الاسماء الحاضرة في منافساتي هذا اليوم في منافساتي وتحديات الثمانية كيلومترات. هكذا هو اللقاء. عودة إلى المقدمة، ما شاء الله ثنائية على المقدمة راحت من خلالها الشائمة إلى المركز الأول كما عادتها وكعادتها وكعوايدها دائما. تأتي بالنجاح وتأتي بالانطلاق القوي والمعروف من خلال مشاركاتها سواء في التمهيديات أو في الختاميات. ها هي الشائمة تتقدم في هذه الانطلاقات. ها هي بالمركز الأول محمد بن سعيد بن مصلح الاحبابي منتصرا متقدما بهذه المشاركه القويه والمشاركه المعروفه. بالامس قدم نقاط مع سن الثنايا، اليوم يريد ان يحقق الانتصارات المتتاليه والمتواليه. المركز الثاني نسير ونذهب هناك الى ثاني المراكز لنجد شذا 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 سهيل بن هيان العامري يقدم كذلك شذا على المركز الثاني بهذه المشاركة بهذا الإبداع والاستمتاع مع الكبار. بينما المارية تحتل المركز الثالث تترصد للثلاثة من خلال هذه المشاركة. هذه المارية لمطر بن حمد بن عميره الشامسي ثلاثية تسير مشاهدين الكرام بمسارها القوي والجميل والحساس. ثلاثية على المقدمة تسير من خلال الكادر الأول. بينما نسير لنذهب إلى المركز الرابع ونشاهد هناك شعار بن حارب الشامسي حيث يقدم من خلال هذه اللحظات كيف تتواجد على المركز الرابع محمد بن حميد بن حارب الشامسي. والمركز الخامس وصلت الجساسية تتواجد على خامس المراكز لهجن السيلية متقدمة في خلال هذه اللحظات بقيادة مضمرها إلى الأداء إلى المشاركة الفعلية بالنواميسي والانتصارات. المركز السادس السادس ننتقل مباشرة إلى الهدة سالم بن سعيد بالبثرة الخاطري يصل هنا في هذه اللحظات إلى المركز السادس. المركز السابع روعة لعلي بن سالم بن سليم الاكتبي. والمركز الثامن وصلت الان مخيفة حارب بن خلفان بالشاوي الاغضلي يصل مشاهدين الكرام مع مخيفة وشواهين تتقدم في هذه اللحظة الى المركز التاسع. هذه شواهين حمد بن محمد بن حاذة الاكتبي. بينما المركز العاشر عندك يا بن دحروي تصل في هذه اللحظات لمطر لمحمد بن مطر بن دحروي العامري. هذه المجموعات الحاضرة، هذه المجموعات المتقدمة، لكن المجموعة الأولى الثلاثية حملت شايمة وشذا والمارية. والمارية غيرت، المارية غيرت هذه اللحظات لمطر بن حمد بن عميره الشامسي هنا من خلال هذه اللحظات وانتزعت المركز الأول. يا سلام أهالي زاخر في انتظار الناموس وانتظار التحدي والسلامات إلى المركز الأول، أكيد معودنهم بالسلامات وحمد إلى مقدمة الشوط. المارية المارية لكن هناك شايمة لا زالت كذلك في تحديها المعهود والمميز محمد بن سعيد بن مصلح الاحبابي يقدم شايبة على شايمة على المركز الثاني. بينما شذا تحتل المركز الثالث. هذه الثلاثية سيل بن هيان العامري يقدم شذا في المركز الثالث. ثلاثية هنا في هذه اللحظة انتصار وتحدي ومنافسة، وحتى هذه اللحظات لم تصدر
أي تعليمات. 2 كيلومتر المتبقي على خط النهاية مشاهدين الكرام، والكل هنا في تقدم مع سن الكبار، مع سن الكبار. أول أشواط هذا الصباح، أول التحديات الصباحية المثيرة، لا زالت المراكز الأولى كما كانت عليه. المارية مسيطرة، المارية متقدمة، المارية لمطر بن حمد بن عميره الشامسي لا زالت تفرض رأيها ومشاركتها القوية على المركز الأول من خلال هذه اللحظة، وهي تتقدم إلى المقدمة والصدارة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. بينما شايم محتلة المركز الثاني، تأتي على ثاني المراكز محمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي، يقدم شايمة في ثاني المراكز مع هذه اللحظات، وتتقدم بكل تقدم كبير وأداء مثير من خلال الأداء الجميل الذي تقدمه على المركز الثاني. بينما هنا شذا تحتل المركز الثالث لسهيل بن هيان العامري، يقدم كذلك شذا في هذه الثلاثية، في هذه المجموعة الحديدية التي تضم ثلاثية على المقدمة من خلال هذا المسار وهذا التقدم. نعود إلى الثلاثية، ما شاء الله 1200 على خط النهاية، والمارية المارية حتى هذه اللحظات هي مزعجة الجميع بأدائها الفني الرائع، بأدائها المتميز منذ بداية انطلاقتها حتى هذه اللحظات، وهي مشاركة بقوة في نشاط هذا الصباح. بينما هناك شايمة لا زالت كذلك في صلب المنافسة وصلب التحديات، هنا من خلال هذه اللحظات ترعرعت وشبت على المراكز الأولية، ما شاء الله. شايمة شايمة محمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي أصبحت تنافس ثنائية من خلال هذه اللحظات، لكن الظاهر بأن السلامات عناوية، الظاهر بأن السلامات عناوية يا بن عميرة. هذه المارية، هذه المارية بدون أي تعليمات على المركز الأول، مسيطرة ومحققة الانتصار بكل قوة وبكل أداء جميل وأداء مميز تحمله المارية في خلال هذه اللحظات. هذه المارية، هذه الرباعية، هذه اللي تتقدم المحليات الأصايل ما شاء الله كعوايدها وعوايد هذا الشعار بتحقيق الانتصار، بتحقيق النواميس. عندك يا ابن عميرة مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، سلام وتحية إلى زاخر، سلام وتحية إلى زاخر بدون أي توامر. أول أشواط الصباح هنا مع إشراقة شمس هذا اليوم، مع إشراقة شمس هذا اليوم 18 نوفمبر، ما شاء الله. هكذا هي التحديات، هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي النواميس. سلام يا زاخر، سلام، وسلام يا بن عمير، السلام. مطر بن حمد بن عمير الشامسي قدم المارية في أول الانطلاقات وأول التحديات بدون أي تعليمات لتنتزع الناموس وتنتزع المركز الأول وتهدي السلامات إلى مالكها مطر بن حمد بن عمير الشامسي، والتحية كذلك والسلام إلى أهالي زاخر مع وصول المارية إلى خط النهاية بالمركز الأول في هذا اليوم في هذه الانطلاقات أول الأشواط الصباحية. شايمة في المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي، المركز الثالث كيف لمحمد بن حميد بن حارب الشامسي، المركز الرابع هنا الشاهنية لمنصور بن سعد بن قذل الأحبابي، والمركز الخامس روعة لعلي بن سالم بن سلي ملك تبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز الخمسة الأولى مشاهدين الكرام. حملت التحية والسلام المارية لمطر بن حمد بن عمير الشامسي لأهالي زاخر في أول أشواط الصباح بدون تعليمات. 13 دقيقة 4 ثواني و7 من الأجزاء من الثانية، ثانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمطر بن حمد بن عمير الشامسي، وسلام يا زاخر سلام. بينما المركز الثاني لحظات الوصول مشاهدينا الكرام من خلال التحدي والتنافس، شايمة 13 دقيقة 11 ثانية 8 أجزاء من الثانية، محمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي ثانينا على الفوز وحضوره كذلك في ثاني المراكز. بينما المركز الثالث كيف محمد بن حميد بن حارب الشامسي 13 دقيقة 13 ثانية و5 أجزاء من الثانية حققت من خلالها ثالث المراكز. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحلو الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية
بأجمل تحية تراثية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في تحديات الكبار.